يا جماعة النبي علمنا الدواء، إذا عندك وجع في العين في بعض الحالات استعمل مي الكمأة، لأن النبي في الصحيحين البخاري ومسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. إذا عندك وجع في البطن في بعض الحالات اشرب العسل، لأن النبي في صحيح البخاري لما جاءه رجل وقال له إن أخي يشتكي بطنه قال النبي اسقه عسلا. إذا عندك مرض الحمى في بعض الحالات استعمل كمادات المي، لأن النبي في صحيح البخاري ومسلم قال الحمى من فيح جهنم أبردوها بالماء. إذا عندك إمساك في البطن في بعض الحالات استعمل السنمكي، لأن النبي قال عليكم بالسنة فإن فيها شفاء من كل داء. إذا عندك شوائب في الدم في بعض الحالات استعمل الحجامة، لأن النبي في صحيح البخاري قال إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث، منها ذكر شرطة محجم. إذا عندك التهاب بالمعدة في بعض الحالات استعمل العود الهندي القسط البحري، لأن النبي في البخاري قال عليكم بالعود الهندي فإن فيه سبعة أشفية، ومنهم من قال أن العود الهندي يستعمل أحيانا لعصر الهضم وللانتفاخات. ولا تنسى تستعمل الحبة السوداء، لأن النبي في صحيح البخاري قال الحبة السوداء شفاء من كل داء. أحيانا تفيد الحبة السوداء للسعال والسكري وأمراض القلب وارتفاع الضغط أحيانا. ولا تنسى الرقية، لأن النبي في صحيح البخاري لما جاءه عثمان، اعتذر في صحيح مسلم، لما جاءه عثمان ابن أبي العاص إلى النبي يشكو وجعا في جسده قال النبي ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاث، أعوذ بالله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر سبعا. والنبي قال تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. هذا والله أعلم. سلام عليكم.